عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، واقع استطاع كثيرون من النواب التمرد عليه بوصولهم إلى قبة البرلمان خلال دورات عديدة. وفي كل حملة انتخابية تتكرر وجوه كثيرة مع اختلاف الدعاية الانتخابية ربما، والهدف قبة برلمانية اعتادت واعتاد وجودهم فيها. ضمان النجاح هذا كان برأي مراقبين يعتمد على قاعدة عشائرية وأصوات الصديق كما القريب في مهنة تحتاج الفن السياسي في المقام الأول. النواب السابقين بغض النظر عن الراغبين في إعادة الترشيح، بغض النظر عن تجربتهم، تنتخبهم قواعدهم، وعادة هؤلاء يعتمدون على القاعدة العائلية والقاعدة العشائرية وصلة الدم والقرابة، بغض النظر عن التجربة كما أسلفت. الآن الميل في المزاج العام للشعب الأردني في إظهار وجوه جديدة. 90 نائبا من بين 150 آخرين تشكل منهم المجلس السابق ترشحوا للمجلس المقبل، ناهيك عن 75 نائبا من مجالس سابقة خاضوا التجربة لهذا العام، ليصل عدد النواب المرشحين إلى 165 في مختلف مناطق المملكة بنسبة 13% من إجمالي المرشحين. أرقام تمثل مرشحين باتوا في الواقع مرفوضين عند الكثير من المواطنين الذين يبحثون عن دماء جديدة تعيد النبض لآمال لم تحققها المجالس السابقة. وجوه مكررة من تقريبا من 10 سنوات، وهدول بيعرفوا كيف بيشتغلوا عشان ينجحوا. هو الأحسن وجوه جديدة، لأن السابقين ولا استفدنا منهم شيء دون استثناء. الكل بحب إذا قعد على الكرسي ما يقومش، بس أنا برأيي أنه يجب إعطاء فرصة أخرى. ابن العشيرة لما بطيح من عشيرته 3 أو 4 اللي كان في دورة سابقة يجب إعطاء الفرصة لشخص ثاني. أيام قليلة تفصل المرشحين من نواب سابقين أو مرشحين لأول مرة عن قبة البرلمان، مع تخوف مواطنين من أن لا تكون أصواتهم الحكم الوحيد في إيصال هذا النائب أو ذاك. تعددت وجوه المرشحين، منها ما ائتلف ومنها ما اختلف. بالنسبة لمواطنين بدأ عدهم التنازلي ليوم الاقتراع، الفاصل بين أصوات تقول لا يلدغ مؤمن من مرشح مرتين، وأخرى تؤكد بأن قديمك نديمك لو أن جديدك أغناك. سهى جميل، العربية، عمان.